ماشي يا جماعه، النهارده عايز اكلمكم على حاجه مهمه جدا اللي هي التايم مانجمنت. الناس كتير بتسالني اشو انت ازاي بتعمل الحاجات دي كلها في يومك. احنا عندنا 24 ساعه في اليوم، انا بنام 6 ساعات ماشي، انا بتكلم عن نفسي، انا بنام 6 ساعات مش محتاج انام اكتر من 6، فده يسيب لي قد ايه وقت؟ يسيب لي 18 ساعه. زي الناس بتقول لي انا ما عنديش وقت، ازاي ما عندكش وقت؟ عندك 18 ساعه، حتى لو بتشتغل 8 ساعات في اليوم، حتى لو لازم تروح تاخد مواصلات ساعتين، في وقت كفايه ماشي. انا هصحى الساعه 8، من 8 ل 9 هفطر وهقعد اقرا شويه، من 9 ل 10 هتمرن. وحاجه تانية تساعدكم يعني اعرف ايه الاولويات بتاعتي، وانا في مصر كان اولويات ان انا اتمرن، فكانت اهم حاجه عندي التمرين، فاول حاجه بصحى اعملها كان ايه؟ بروح اتمرن، بس بعد كده اشتغل، بعد كده اروح اتمرن تاني، بعد كده اشتغل، بس اهم حاجه في يومي انا عارف ان يومي مثلا 30% من يومي بيبقى للتمرين بس. يا جماعه عندكم 18 ساعه في اليوم، ما تقوليش ان انتوا ما عندكوش وقت، حتى لو في زحمه، حتى لو في 18 ساعه في اليوم.